الحمد لله لا فونداسيون كان يعني كانت كفكره من سيمون سيف بالخياط الله يعطيه صحته، وكذلك تاسيس ورئيس، انا ذاك كان وزير الشباب والرياضه، يعني شاف كان تيخص يكون اهتمام بالنسبه للرياضيين اللي سابقين، لا من تغطيه صحيه ولا من يعني كانوا تيعيشوا واحد، لان الرياضي مع الاسف تنتهي المشوار ديالو رياضيا وتيتهمل مع الاسف، اعتذر على الكلمه ولكن كان هذا هو الواقع. الحمد لله هذه السنوات هذه الاهتمام ديال لا فونداسيون بالنسبه للرياضيين كان اهتمام كبير، لا بالنسبه للصحه ديالهم ولا بالنسبه للتربيه ديال اولادهم في يعني في التعليم، ولا بالنسبه ما نساوش الحجاج ديالنا الله ينصر سيدنا اللي تتمشي يعني واحد العدد كبير ديال الحجاج، يعني الدور ديال لا فونداسيون رجع الاعتبار للرياضيين والاهتمام كذلك، وهذا تيبشر بالخير للمستقبل، لان الرياضي تيكون الهاجس الوحيد ديالو هو انه من بعد الاعتزال شنو غادي يكون المصير ديالو، يعني حنا ماشي كنا الرياضيين تينجح في حياته الرياضيه، ولكن كاين بعض الرياضيين اللي مع الاسف تينهي المشوار ديالو وخلاص. فلهذا لا فونداسيون قامت بواحد الدور كبير صراحه، مشكور سيمون سيف بالخياط وكذلك حتى لي مومبغ فونداتور وكذلك حتى بالنسبه للاعضاء، الحمد لله دابا اكثر من 1200 رياضي ورياضيه اللي تينتميو لهذ العائله الكبيره، فهذا يعني تيبشر غير بالخير، كذلك تيعطي فرصه للرياضيين المستقبل على انه باش كاينه واحد الدار اللي غتكلف بها.